لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة أن مواسم الطاعات تتوالى على المسلم، والكيس من يستغل هذه المواسم ويتقرب إلى الله عز وجل. هذا هو السعيد، هو الكيس. فقد خرجنا من رمضان، ثم إذا بنا نكون في شوال، وذلك الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم خرجنا من شوال بعد ذلك بتتتابع الطاعات، حتى إن المسلم يعني الله عز وجل يريد منه أن يستمر على طاعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، الصلوات الخمس والصدقات وصلات الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجمعة وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورعاية المساكين والمحتاجين. كل هذه طاعات وقربات، ونحن الآن في انتظار العشر الأوائل من ذي الحجة. والعشر الأوائل من ذي الحجة كرمها الله عز وجل وذكرها في كتابه الكريم، بل وأقسم بها عز وجل. فالله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات. ابن عباس وعلماء التفسير ومعظم أهل العلم على أن الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة. كذلك أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر. أجمع أهل التفسير على أن الليالي العشر هنا هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وقد اختلف العلماء، البعض ذكر أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، والبعض قال لا، إن أيام العشر الأواخر من رمضان أفضل. وقد حسم المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام نفيس ذكر فيه أن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أما العشر الأوائل من ذي الحجة فأيامه أفضل، لأن فيها يوم عرفات، ولأن فيها يوم الحج الأكبر، يوم النحر الذي هو خير أيام الدنيا على الإطلاق. والفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام المعلومات، يتضح من أول يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، وثمي بيوم التروية حيث يتروى فيه الحجيج ويستعدون بالزاد والشراب إلى الذهاب إلى منى وعرفات ثم العودة إلى منى مرة أخرى وهكذا. وكذلك يعني تتميز هذه الأيام بيوم عرفة، يقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. يوم عرفة يأتي بعده يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أشد الأيام حرمة على الله عز وجل، أشد الأيام حرمة على الله عز وجل. الحجيج ينحرون ضحاياهم، وكذلك المسلمون في أمصارهم وبلادهم ينحرون ذبائحهم ويتقربون إلى الله عز وجل بالأضاحي. أيام التشريق التي هي في منى والتي فيها رمي الجمار، كلها أيام معلومات مباركات،
والله عز وجل بيّن لنا فضلها، وأن العمل الصالح في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة لها مزية خاصة، العمل الصالح فيها يعني أحب إلى الله عز وجل، أو تضارع الجهاد في سبيل الله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الأصل في هذه المسألة، أن العمل الصالح في هذه الأيام الكريمة المباركة تعادل الجهاد في سبيل الله، تعادل ذلك الذي خرج من بيته بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح متنوع ومتكرر، ويبدأ في العشر، في هذه الأيام العشر يبدأ بالصيام، فالصيام من أحب العبادات إلى الله، وهي تكون في هذه الأيام العشر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة، كان يصوم التسع من ذي الحجة صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكر فضل الصيام. الصيام اختص الله عز وجل باختصه لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة فريضة الحج، ومن المعلوم أن فريضة الحج يعود منها الحج كأنما ولدته أمه، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، فمن أعظم الفرائض عند الله فريضة الحج، وشرف الله عز وجل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة بهذه الفريضة العظيمة. كذلك ذكر الله عز وجل، التحميد والتهليل والتكبير، وقد كان ابن عمر وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون إلى الأسواق ويكبرون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كانوا يكبرون جهرة، لكن ليس المطلوب التكبير الجماعي، ولكن المطلوب إحياء هذه السنة في العشر الأوائل من ذي الحجة. يخرج الإنسان إلى السوق ويكبر بصوت عالي وبالصيغة المشهورة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ما أعظم أن تحيي سنة أميتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عبادات وأعمال صالحة، ذكر لله عز وجل، وصيام، وحج، والصلوات، كل هذه الأعمال، وكذلك الصدقات في هذه الأيام، كل الأعمال فيها يعني لها مزية خاصة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فعلينا أن نستثمر هذه الأيام بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلوات في جماعة، وبالصيام، صيام التسع من ذي الحجة، وآكدها صيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، بينما صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية فقط، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات بالأمن والأمان والسلم والسلام وبكل خير إن شاء الله، وأن يحفظ بلدنا مصرنا العزيزة، وأن يحفظ أهلها من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.